أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا خرج الإنسان من العملية وهو مبنج لمدة يومين ولم يصلي، هل يصليها جميعا أم مع كل وقت فرض؟ إذا كان مبنج بمعنى أنه مخدر وليس معه فكر، فإنه إذا صحى يصلي ما فاته من الصلوات في الحال. إذا صحى من البنج أو من المخدر فإنه يبادر بالصلوات التي فاتته في الحال ولا يؤخرها. نعم. بعض الناس يقولون الشيخ أنه يصلي مع كل فرض. لا، هذا غلط، هذا غلط. يصليها جميعا بالترتيب في مكان واحد ووقت واحد مهما أمكنه ذلك. نعم.